هم طبعا اكو ثلاث اسباب دعت السلطات الامريكيه انه تحضر هذه الشركات والمتحالفه معها. اولا كون المنطقه متوتره، هاي معروفه للكل يعني بشكل عام، هذه المنطقه المتوتره ممكن انه هذه الطائرات المدنيه تتاثر بثلاث مخاطر. هذه المخاطر هي الصواريخ الارض جو او الطائرات المسيره، او موضوع تداخل الاشارات الجي بي اس اللي هو هذا هم نفد موضوع مهم ممكن ياثر على الطائرات في اتجاهاتها. هذه ممكن هم بحسب يعني حسب يعني خلينا نقول لوائحهم ومعاييرهم ما فوق ال 32 هم مأمنين من هذه الثلاث مخاطر، اما تحتها لا هم خطره. فلذلك هم استمروا بهذا الحظر الظاهر حسب حساباتهم الإماء السياسية أو غيرها أنه ممكن هذه الأمور تستمر لسنوات قادمة. فلذلك يعني الموضوع بأبعاد سياسية، اتخذ هذا الموضوع بأبعاد سياسية أكيد طبعا. هو البعد السياسي هو السبب، البعد السياسي أنه منطقة متوترة، منطقة حروب. إحنا دائما الطيران أهم شرط بالطيران المدني هو السلامة، فمن ينفقد عنصر السلامة ما يصير عندنا طيران مدني.